السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش. مصطلحات كورونا فيروس direct يعني adjective تنستعملوه بزاف، تنقولو مثلا شي واحد هي is direct، شي واحد نيشان إلي سيريو زعما، ولا هنا يعني مباشر بطريقة مباشرة. We don't have direct anti كورونا فيروس ستيتمنت، ما عندناش بواحد الشكل مباشر شي حاجة ضد يعني هذا الكورونا فيروس ديال العلاج، ما عندناش واحد العلاج ضد هذا الكورونا فيروس، واحد العلاج مباشر ما عندناش. دونك we don't have direct anti corona virus statements. عاودوا معايا. We don't have direct anti corona virus statements. We don't have direct anti-coronavirus statements. We don't have direct anti-coronavirus statements. إلى أن نلتقي مصطلح آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.